إذا وجدت الحرية الاعتقاد في القرآن الكريم هي الأصل، ووجدت حديثا يقول بقتل المرتد وأحاديث أخرى تقول بالحرية، أخذ ماذا؟ أخذ ما يشبه القرآن، ما يشبه قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كذلك محورية العدل، عندما أجد في القرآن الكريم قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، جعل القيام بالعدل هو سبب، هو هدف إرسال الرسالات وإنزال الكتب، بينما في الحديث قد لا ما أجد بابا باسم العدل من أبواب لا البخاري ولا مسلم ولا الكتب الستة ولا غيرها، بمعنى يهتمون بالأبواب التفصيلية في العبادات وينسون القضايا المحورية التي تكثفت في القرآن الكريم، كالعقل مثلا والعدل والشهادة لله والمعرفة وضابط المعرفة حقوق الإنسان وما أشبه ذلك، هذه مكثفة في القرآن وخالي يعني ضعيفة أو ذابلة في التيار الروائي الذي نشأ تحت السلطات يعني غارة الظالمة. نعم. على أي حال ليس هناك إنكار، هناك فرق وخلط كبير عند كثير من أهل الحديث يظنون أن من رد حديثا خالف القرآن فقد رد السنة، هذا غير صحيح. أي. وهناك أحاديث في الصحيحين وغير الصحيحين تخالف القرآن الكريم مخالفة صريحة، ومع ذلك أهل الحديث أو أنصارهم المبالغون في حماية السنة، السنة ليس الخلاف معهم، لابد أن نحرر الاختلاف، ليس الخلاف فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الخلاف فيما زعموا أنه ثابت عن النبي ولا يثبت، لأن النبي لا يخالف القرآن، النبي نفسه عليه الصلاة والسلام يقول إنما أتبع ما يوحى إلي. فيستحيل جدا أن يأتي أحاديث في القرآن مثلا بحرية الاعتقاد وفي حديث عكرمة مولى بن عباس بقتل المرتد. نعم. يستحيل أن يأتي حديث بقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، بينما في صحيح مسلم من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أنه يؤتى لكل مسلم يوم القيامة بيهودي أو نصراني ويجعل فداء، يقول هذا فداءك من النار. أين هذا الظلم في الحديث من هذا العدل القرآني؟ كذلك أنا ذكرت نقطة مهمة وهي أن أهل الحديث لم يكتفوا، هم قلبوا الإسلام رأسنا على يعني قلبوا الهرم رأسنا على عقب. الأشياء المهمة المحورية في القرآن، روح الإسلام، المعرفة، العدل، الشهادة لله، لا ليس هناك باب في الكتب الستة عن العقل مع كثافته في القرآن، ولا باب عن العدل مع كثافته في القرآن، ولا باب عن المعرفة والحس مع كثافته في القرآن، ولا باب عن الشهادة لله مع كثافته في القرآن. فهم اخترعوا تفصيلات وانشغلوا، طبعا ما الوعي السياسي بحاجة، الحديث هو نتيجة يعني طبعا ما أطلق على جميع الحديث، معظم الحديث الذي يدور على الألسنة، إذا سمعت خطيبا يذكر 100 حديث فاعلم أن 90% مكذوب على رسول الله وعشرة قد تكون صحيحة. نعم. إذا سمعت يذكر 10 نفس الشيء. فلذلك نحن نصيحتنا القرآن هو نور، والنور هو يكشف بنفسه، ما يحتاج إلى من يكشفه. ليه يا شيخ إذا سمعت 100 حديث فأعرف أنه 90 إذا بس 10 تقول أنه صحيح؟ لأن معيارهم في التصحيح والتضعيف خاطئ أصلا، لا يعرضوا الحديث على القرآن. أي. يصححون حديث تخالف القرآن وتخالف العقل وتخالف الحرية وتخالف كل المبادئ. طيب. القضية نبدأ بالمصدر الأهم، إذا وجدنا قرآنا صريحا في مسألة ثم وجدنا حديثا يخالفه نأخذ بما أهل الحديث لتعصبهم للحديث، خلاص أصبحوا كل من يرد حديث يخالف القرآن يقولون يحارب السنة، وهذا مغالطة. القرآن الآن بين أهل الحديث لا يساوي معجم الطبراني بتصحيح حمد السلفي، لا يرجعون إليه أبدا، يرجعون للروايات. القرآن أضعف مصدر صار عندهم إلا كلام، فالكلام نعم يقولون القرآن مصدرنا وهو رئيس مصدرنا الأول، بس هذا يا أخي نحن بحاجة للصدق، الله أمر بالصدق قال وكونوا مع الصادقين، لنكون صريحين. القرآن أنا أيام كنت مهتم بالحديث والتخريج وكذا، وأنا وزملاء نعرفهم يعني، لنكون صريحين، لم يكن القرآن لا نراه يهدي للتي هي أقوم كما وصف الله، نرى أن البخاري ومسلم والعقائد هي التي تهدينا للطريق الواضح القويم. لو أفتح باب البخاري النقادات عليه كثيرة جدا، لم يظهر باب العدل، تصور البخاري يذكر باب الشرفة في الدار، باب الزينة، باب نفض الغبار من على كتف العامل، ولا يذكر باب الشهادة لله، ولا باب العدل، ولا باب العقل، ولا باب المعرفة، ولا هذا الأبواب الكثيرة في القرآن. البخاري هو نتيجة شيخه سفيان بن عيينة
سفيان اسف علي بن المديني، علي بن المديني نتيجه سفيان وطبقته، سفيان وابن عيينة طبقة نتيجه الزهري وطبقته، والزهري محدث بلاط هشام بن عبد الملك. أننا يجب أن ننظر المتن قبل أن ننظر إلى الإسناد، ويجب أن ننظر إلى القرآن قبل أن ننظر إلى الحديث. القرآن هو الذي يهدي للتي هي أقوم، هو النص القطعي الذي يجب أن نتدبره. الله أمرنا بالتدبر، هم ما يتدبرون، هم يضربون 50 آية بحديث حسنه الهيثمي أو حسنه ابن حجر، هم متلاعبون بس ما يعرفون. يعني يقلق كما قلت، قلبوا الإسلام، جعلوا القرآن في الحضيض ويضخمون البخاري والنووي وابن حجر كأنهم ملائكة. هم مساكين نعرف أهواءهم ونعرف أغاليطهم ونعرف إصاباتهم وعباداتهم. فلذلك يجب من أراد أن يضربنا بهؤلاء ضربناه بالقرآن، ومن أراد أن يتواضع تواضعنا. فلذلك رجاء هذا الموضوع، لأنه لم يتح لشيعة القرآن، أتيع لشيعة الصحابة وشيعة أهل البيت. القرآن له شيعة محبون قلة، لم يتح لهم عبر التاريخ أن يبينوا القرآن الكريم، أن يبينوا ما بينه الله في القرآن. ولذلك القرآن عندهم بين ناسخ وبين منسوخ وبين مخصوص، أصبح كتاب طلاسم ورموز. يقرأ الواحد يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما ليس منه. والله قد أخبرنا أنه يسر القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فالمدكر، أفلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها. أبدا. الآن يعلمون بأن المغضوب عليهم اليهود والضالين غير مغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب اليهود الضالين النصارى، هذا ليس قول الله، هذا تفسيرهم وعنصرياتهم. المغضوب عليهم هم كل من غضب الله عليه في القرآن يجب أن يدخل ضمن المغضوب عليهم، وكل من وصفه الله بالضلال في القرآن يجب أن يدخل ضمن الضالين. هم أهل الحديث أخسروا، يعني جعلوا القرآن مصدر ثانوي جدا، وإن تشدقوا به. ولذلك عندما سألته عن حرية لا إكراه في الدين قد تبين رشد الغي، تلكأ أو ما حاول يقول هل المرتد المسلم الذي شك أو رجع عن دينه هل يقتل؟ وقد قال الله لا إكراه في الدين قد تبين رشد الغي، وقال ومن يرتد منكم عن دينه فيوم وهو كافر فأولئك لهم. أجل الله عقوبة الردة في الآخرة، لم يجعلها الحدود الجنائيات في الدنيا فقط، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو البغي. أما المرتد هذا أدخلوها الفقهاء لأن السلطات كانت تريد وصم كل من تعارض مع السلطة بأنه مرتد، وذبح الجعد بن درهم باسم الدين، وذبح المصلحون باسم الدين، الجهم بن صفوان، غيلان الدمشقي عندهم في الشام، وهو العباسي أيضا ذبح أناس باسم الزندقة وباسم كذا. فلذلك يجب إعادة الاعتبار لروح القرآن. لماذا صارت الأمة الإسلامية أضعف الأمم عقلا وأكثرها تبلدا وأكثرها ضياع حقوق الإنسان؟ لماذا؟ لأن الرواية غلبت ولم يغلب روح القرآن، لم يغلب المعرفة ولم يغلب العقل الذي أفلا تعقلون كرره الله أكثر من أفلا تؤمنون. ولماذا ما في ولا كتاب عقل عبر تاريخنا كله؟ كتاب واحد عن العقل ما في. إذا أخبر بأنه يسر القرآن فيجب أن نصدق الله بأنه يسر. ما يمكن أن نقول نعم الله قال أنهم يسر بس ما نصدق، هذا عيب أو حرام أو كفر. إذن الله يسر القرآن للذكر، لكن يجب أن نأتي القرآن متعلمين، ولا نأتيه متعلمين لا معلمين. أكثر من يقرأ القرآن يأتونه كأنه يعلمونهم، كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم. أن تتأنى الآن إذا وجدنا قصيدة المتنبي نتعب حتى نفهمها يمكن شهر، لكن إذا وجدنا صورة نستعجل، ما هي على طول نريد أن نفهمها بسرعة وإلا ما نحتاج إليها. هذا كبر في التعامل مع القرآن الكريم. القرآن له أخلاق معرفة، هناك منهج معرفي أخلاقي أمرك أن عندما تأتي القرآن، حتى أمر رسوله لا تحرك لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. أمر بالتأني والتدبر وتقرأه على الناس على مكثن. هذه آداب من لم يلتزم بها لن يفهم القرآن. نعم طبعا لو هناك حلقات واسعة لتبين للناس عظمة القرآن، وأنه نور بذاته ويهدي التي أقوم بذاته، وأنه مبين بذاته، وأن مزاحمة الحديث وتشويشه مع القرآن آن له أن ينتهي، وآن أن نرفع كتاب الله فوق البخاري وفوق مسلم وفوق مسند أحمد وفوق كل الكتب المذهبية. إذا القرآن الكريم قال لي كذا ومذهبي يقول لي كذا، إذا رأيت أنا أن المذهب أخطأ أو شيخي أخطأ أو المصدر الفلاني أخطأ، لابد تكون شهادة القرآن لله أولى، صح؟ هذا المعنى البسيط. نعم. لأن هذا المعنى قرآني بالمناسبة، وقرآني كثيف جدا، والذين هم بشهادة قائمون وأتموا شهادة الله وما يكتمها في النواث من قلبه إلى آخره. هم خلو من القرآن الكريم، عندهم فقط للقراءة وقت التراويح
والأجر على كل حرف 10 أمثاله بس. أنا لا أنكر السنة، وإنما هم عندما يأتي حديث صحيح يخالف حديث أصح منه يردونه، بينما إذا في حديث حسن يخالف 100 آية لا يردونه. طب زي إيش؟ أعطينا أمثلة، أعطينا أمثلة غير حرية المعتقد والمرتد. طبعا الأمثلة مثلا ذكرنا مسألة العدل، محورية العدل في القرآن جعله هدف للقرآن، العدل في القرآن أهم من الصلاة والصوم والحج والزكاة، لأن الله جعله هدف إرسال الرسل وبعث وإنزال الكتب، بينما هم لا يذكرونه ولا في كتاب عبر تاريخهم عن العدل. طيب. يعني لا كتاب منفرد ولا كتاب داخل كتب أنا. أركان الإسلام حديث نافع مولى بن عمر لم يؤخذ من القرآن، يجب أن نعيد ترتيب أركان الإسلام على التحفظ. كلمة ركن يعني لم يرد بهذا المعنى، لكن قواطع الإسلام الكبرى يجب إعادتها من القرآن. أركان الإسلام التي نحن عليها اليوم ليست يعني ليس ترتيبها قرآني، ترتيبها حديثي. أشغلت المسلم، حذفت العدل، حذفت الحرية، حذفت المعاني الكبرى من مراقبة الله، حذفت وأبقت على أحكام عملية لتشغل المسلم بنفسه ومسجده، ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يفكر ولا يكون حرا ولا يعرف ولا كذا. فلا بد من إعادتها، ولذلك المعتزلة شنعوا عليهم عندما أدخلوا العدل ضمن الأركان، مع أنه ركن يعني في القرآن هو أعظم من كلمة ركن، بعد الشهادتين تجدها أهم من الصلاة، ومع ذلك أصبحت كلمة عدلي فلان يقول بالعدل أصبحت سبة، فلان عقلاني أصبحت سبة. كلما تمسك واحد بشيء أساسي في القرآن يسبونه به، يعني يتهمونه بأنه أصبح مبتدع بهذا. طيب وهم المبتدع، العقيدة مخترعة، اخترعها المعتزلة واخذوها للحديث. القرآن ما في كلمة عقيدة، في إسلام وفي إيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم في شعب الإيمان وفي الكبائر. ما في كلمة عقيدة، هذه مبتدعة. القرآن يكشف لنا بأن محرفي الكتب في السابقين هم العلماء أنفسهم، عندما ذكر الله رسلا بشرا وما اختلف إلا الذين أوتوه، يعني وما اختلف الكتاب الذين أوتوهم بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فسبب خلاف أي أمة هي العلماء أنفسهم ليحرفون ويأكلون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا وهم يعلمون. والنبي أخبر الحديث الذي يصححونه بأن هذه الأمة ستسلك نفس الطريقة السابقة، سيحرفون ويأكلون، والعامة المساكين يقتلون ويسحقون. ولذلك بالثورات العربية إن شاء الله ستتفتح العقول وسيكتشفون القرآن من جديد، سيكتشفون القرآن من جديد. القرآن مهجور، سيكتشفون إن شاء الله بفضل هذه الحرية الآن الموجودة. هذا أول القرآن حلقة غير القرآن مهجور، القرآن غير مهجور، أول القرآن حلقة عندك أول أنت مهجور على كتاب الله. أما عند المسلمين، أما عند المسلمين فهو ليس بمهجور في فكرك أنت فقط مهجور. ما أنت تدعي ذلك، هذا ادعاؤك وادعاؤك علي. بس يا دكتور محمد، وقال رسوله إن قومي اتخذوا من هذا القرآن مهجورا في سورة الفرقان.